حدثنا الشيخ عبد المحسن الأحمد حفظه الله وهو طبيب في المستشفى العسكري في الرياض يقول: أتتني حالة رجل عنده فشل في أحد صمامات القلب، نسأل الله العافية. يقول: فصنعنا العملية ففشلت، صنعناها مرة ثانية فشلت. قال: ثم بعد أيام، اللهم إنا نسألك العافية، قال: أصيب بتضمر في الكبد، ثم فشل في الكليتين، ثم المعدة. يقول: أعوذ بالله، تتابعت عليه الأمراض، ثم الأمعاء الدقيقة، ثم الغليظة، اللهم إنا نسألك العافية. قال: وإذ بالرجل يستيقظ من غيبوبته وأشر لي بيده. قال: فاقتربت. نعم. قال: وأعطاني رقم جوال. يا شيخ، اتصل على هذا الرجل وقل يأتيني. يقول الشيخ: السلام عليكم، أنا فلان من المستشفى العسكري في الرياض، عندنا رجل مريض وحالته خطرة جدا، اسمه فلان ابن فلان ويريدك أنت. يقول: تدرون ماذا رد علي؟ قال: يا شيخ، أسأل الله أن ينتقم منه في الدنيا وفي الآخرة. قال: يا رجل، اتق الله فمن عفا واصلح فاجره على الله. قال: والله إنني أدعو عليه أنا وأولادي منذ 3 سنوات. قال: لماذا؟ قال: جاري اغتصب علي أرضي ظلما وزورا، وأتى بالرجل الذي هو عندك فشهد علي، فأخذت مني أرضي أمام عيني، والله إنني أدعو عليه بهذه الدعوة: اللهم لا تميته حتى تفشل جميع أعضاءه. فاستجاب الله لدعوته. احذر فالظلم ظلمات، ولا تفلس حسناتك يوم القيامة فأنت في حاجة الله.